السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نختار الليلة نعقب لنقطتين مستعجلات. واحدة قضية الصرف الصحي، طبعا اللي له أسبوعين ولا ثلاثة وقفنا وزير الصرف الصحي ومدير المكتب الوطني للصرف الصحي في ذاك الحدث والله ذاك الملتقى والله ذيك هلايبة اللي عدلوا في قصر المؤتمرات القديم، وقالوا أعلن جميع الوسائل وجميع الإمكانات وجميع المعدات واللوازم أنها متوفرة وتم توفيرها استعدادا لموسم الأمطار. برافو، هذا كلامهم مازال موجود، تصريحاتهم مازالت موجودة. شنو معناه اليوم؟ يوقف لنا وزير الصرف الصحي ويقول لنا عجيب، هذا موسم الأمطار، حدد لنا بالضبط مكان النقص. ها تعرف معناها شنو؟ معناها نفس الكلمة اللي تم دائما نعلى عليه، قزواني ونظام فرما ومكسية حاقرين الموريتانية بكل بساطة. هذا حالة مدة حاقرة شعبه، حالة مدة ما هي نظام ولا هي دولة ولا هي شيء سوش، لا عبارة عن شنو البوبيات والله شنو الأوزار وشنو المنظمات، ولا في تخمامهم ما هو البياج النهب والتخندريس وبس. أما إن فيهم رقاج دميقوا فيه تصور والله عنده قدرة معرفية على وضع تصورات ناجعة من أجل حل حلطة من الشوائك ولا من المشاكل، نيجاتيف. هذا ما هو حكومة فاطمة ومكسية أبدا، لأن مدة نافعة، مدة نافعة يا أخوتي ما تخفى. وزير ينفع ما يخفى، مسؤول ينفع ما يخفى. ذوك ورقاش طارح التصورات، عنده خطط عملية قابلة للتطبيق، وخصوصا إلو كانوا قاع طرحوا تصورات ذيك هي فيها يعني قابلة للحل من الأزمات ومن المشاكل، وقعدوا للموريتانيين وقالوا لهم هيه يا الشعب الموريتاني احنا هذا ما عندنا خمس سوقيات، وقال لي ان الوسائل والمعدات نعود، وقلنا ايه هذه بعد مده على بابها، هذه مده عندها افكار جايه تطبقها ومستعده تشتغل، يا قاري ويش ما عندها باش تشتغل، يا قاري بهم متنا حدير الدرجه. قالوا لانهم ما قالهمش، علن جميع الوسائل واللوازم والمعدات انها متوفره وانهم يستعدوا لموسم الامطار. يوقف لنا وزير فرما ومكسية يامس والله والنامس ويقول لنا يا حكم على هذا الموسم نعتنا مكان النقص، توما قاع ما قطوا النقص، ما قطوا خصتو، توما النقص ما قطوا حستو عنه على أي جهة، على مختلف الأصعدة في مختلف المجالات ما قطوا خصتو النقص، لا النقص الأخلاقي ولا النقص المعرفي ولا النقص الخبراتي ولا حتى النقص القيمي. هما قاع الوطني ما نشهدنا أخبار، ما قطوا أبدا عدتوا فيكم مجرد استشعار قيمية الوطنية ولا الإحساس بالوطنية. تعودوا تصدوا على الموريتانيين اليوم وتقولوا لهم هذا الأمطار، الأمطار قاع ما باتجا منهم يحكم أعظم أكثر من اللي جاء عام الأول من ذاك. وعام الأول التخين دريس اللي عدلته في كراي الوتات وكراي الستيرنات الناس ما فات نساتو. توقفوا لنا ضركاتي، يا انتم مالكم مثل اسابيع معدلين مؤتمر صحفي والله ملتقى والله ندوه والله اللي هي تستعرضوا فيها عضلاتكم من الكذيب الاحمر وتقولوا لنا احنا ما خالق شيء ما هو عندنا ومستعدين تمام الاستعداد لموسم المطر. ويوقف مدير المكتب الوطني للصرف الصحي ذاك فاضل مازال هو ويقول لنا نحن على استعداد والمكتب مستعد والاليات متوفره وكل شيء متوفر. مويك شو لوك ولا طلع كيف ما قطعت، والداخل لوك ولا طلعت كيف ما قطعت. توقفونا انتم وتقولوا لنا هذا الموسم نعتنا مكان الخلل، انتم الخلل قاع والنقص ما قطعوا خصتو، انتم انفسكم نقص، انتم انفسكم خلل، انتم انفسكم الا بركة رسول الله يريح منكم عباد الله توف، الا بركة رسول الله يريح منكم العباد، لانكم ما انكم ضاحين على الشيء يسوى هو شنو. تسبه مدة تستعد حق الموسم الأمطار تعود ملالها طرحة خطط وعندها تصورات تنطلق منها، وذيك مدة عملية فعلا وأكتيف وديناميك.
ولا تعود حاني موسم الامطار ياك يحدوا لها مكان من النقص. لمن العمال اللي تخطى وجا فيه جات فيه السحاب، ما قد حدد لكم مكان من النقص، حددت لكم على هذه السحاب اللي فات جا منها محدود جدا. لمن الكذيب لا ينطلع لمن. ثم تميتوا تكذبوا بكم مثل الطبع على الكذيب. عدتوا تكذبوا كذيب زويدي. عدتوا تكذبوا كذيب الريرات. اللي ابسط مواطن موريتاني ما عنده اي مستوى من الوعي يقدر يطالع عليه ويقدر يفهمه. بكم مثل الطبع على الكذيب. وشيء غريب حقيقة، شيء غريب ما نعرف، ما نعرف لله نقول شو. احنا ما تنين نعرف لله نقول شو، احنا ما تنين نعرف لله نقول شو. اللاش من شري بوتات عايز في الأرض فساد وينهب خيرات موريتان ويستغل مقدراتها ويستغل مواردها ويستغل المخصصات المالية اللي تحدد توفير خدمات عمومية معينة، ولا هم قدم للشعب ولا للدولة ولا للبيئة ولا للحياة مشي. ما هو الكذب هذا؟ رواه لكم شيء غريب حقيقة. قضية الصوفي ولد الشين عليه رحمة الله مسيكي اللي حد اليوم ما عرفنا عرفنا ملابسات التحقيق في مقتله في مفوضية الشرطة، ولا فتنا عرفنا مسار القضاء في المتهمين اللي ما نعرفه قاعد كانوا مازالوا في الحبس ولا خاضوه، لأن القضية وبردت وبيبت الموريتانيين اللي القضايا عندهم لا عبارة عن حبة الشنشان. تعرفوا ذاك اللي تعدل حبة الشنشان في الكاس اللي تنزرق فيه تقيم ياسر من العياط وتشنشين سابق تنشرب. هذا هو حالة الشعب الموريتاني مع القضايا الوطنية. إلا القضية ما زالت تتشنشن فولاتها، الناس كاملة مكوعة في الكاس تحاني تشنشين يوفي تشربوا، ومجرد تشربوا تنتهي القضية. تم استهلاك قضية الصوفي والشين وزارت ذاك اللي زايرة من اللغط ومن الاستنكار ومن الاحتجاج ومن الرفض ومن المطالبة بتطبيق قانون وكذا وكذا وكذا، وذابت. واحدين قالوا عن خوه انه باع القضية وانه استغلها من اجل تحقيق اهداف مادية وكسب علاقات معنوية، والبعض قالوا انه حصل على الكثير من المساعدات جبروها اولاده وجبرته اسرته. واحنا بعد اليوم شفنا هذا الفيديو اللي رانا نشرنا لكم، اختو تتريع مسيكينة قالت على دارهم قال انها كانت مرهونة عند البنك وعلى انهم صاعوا منها حكم اعظم من دار عليها القفار. وذا من الوفود الرسمية اللي جات لدار الصوفي لاهل الصوفي ولد الشين تعزي، وذا من التصاريح وذا من رجال الاعمال وذا من المتطوعين والمتبرعين. ذا كامل منين صد؟ منين صد؟ ذا من الوزراء اللي جا لاهل الصوفي ولد الشين وتوصف متمرفق وقاعد واقف على كراع واقف على صباع وعلن دعمه وتآزره واستعداده للمساعد. ذا من ينقاس؟ وذا من الملايين اللي نعطى ما انفكت منه رهان دار؟ إلى عاد اللي نعطى الأخبار شنو احنا ما تينا فاهمش؟ يقال مصاب ان ما نفهمه، لأن حاكمنا نظام فاضمة ومك سيء، الشعب حاقر، والله بعد الشعب اللي حويقر الدولة وحويقر النظام، اللي ما هي الدولة ولا هو النظام. يا غير الله مدة متحكمة في رقاب في رقاب 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 الدمية، ولا هي مرقة حد في الشي ولا هي قايلة لحد الشي ولا هي عاطية لحد أي تفصيلة قاعد يسوي شي. لو أن هذا نظام محترم يعود عاطي قيمة للرأي العام ولا يتكرر قد حين ما وقف وعطى التفاصيل، وانتم راكم شفتوا الناطق باسم حكومة فاطمة وأمك سيد الفقمة استغفر الله العظيم منه. منين تجي يتكلم عن قضية الباسبورات؟ ذا هو قاع حتى بيان الحالة المدنية ما عنده قاع به علم يحكم عليه. صوروا لي ناطق رسمي ماشي بالزرع أخضر قاع لا ينطق عنه قاع ما يعرف الحالة المدنية، قاعد تعلنها بصريح العبارة في بيانها، أعلنها عندها نوعيتين من باسبورات، واحد باسبور VIP بـ100,000 قاع ما قطع عادي يكون بـ100,000،
نظرا يعني انه يوفر خدمه يعني اوراقه اكثر من اوراق الباسبور اوردينار. وان الباسبور اوردينار انه ما قطع عادي يكون ب 300 يقال على انه حالا وهذه فضيحه هما عندهم ميزانيه بالمليارات بس من حاله عندهم ازمه في توفير الباسبور. اذا عندنا قاعد لك فان مليون نسمه في الاحرى 4 ملايين من الساعه اللي فقنا واحنا ينقال لنا 4 ملايين واحنا ما لنا قاعد 4 ملايين لان اخر احصائيه تعدلها منظمه دوليه ينقالها اوكسفام ناشطه في مجال دعم ليبيديميني الناس يعني الفئات الاكثر هشاشه واكثر فقر تدعمهم صحيا وتدعمهم غذائيا هي اللي قطع عدلت عن راتيساج حقيقي قطع عدلت عمليه مسح احصائي حقيقي شمولي بالمعنى الحقيقي ما هو الطابع الاداري والطابع كذا اللي تعدل حكومه فاطمه ام كسيه من الكذيب تنسرق فيه الميزانيه وينكراو منه الوتات ويوفي الماء بليدات معينه وبليدات كاع ما ينجح احصاء ذيك المنظمه وهذا اللي نقول لكم ديبي 2012 قالت على موريتانيا كامله على انها ما هي لاحقه 3 مليون 50 ميل 3 ملايين و50 الف نسمه هذا 2012 وحنا من الساعه اللي وعينا نقول لنا 4 ملايين الساعه اللي فقنا موريتانيا 4 ملايين نسمه وكذا وراك مين تدخل ويكيبيديا ينقال لك 4 ملايين نسمه كذا منين صقعنا حسبوا ذي الناس اللي رصفت وهاجرت ومرقت الارض وماتت راح علموا لنا كاع ماتين نقدروا نلحقوا مليونين للدنيا مليونين عاجزين عن توفروا لهم باسبور اوردينار اصل ما هم مسافرين كاملين وقالوا في البيان على انهم اعطاوا الاولويه للحالات الخاصه كيف الناس اللي ماشيه تداوى وكيف التلاميذ مثلا الناطق الرسمي باسم حكومه فاطمه ام كسيه منين خاض لقاع ما خاض عليه هذا قاع ما خاض عليه ابدا ما عنده علم بالبيان اللي نشرت الوكاله لا قام يبط زرع واخضر وقال لهم عندنا باسبور ب 100000 ولا قطع عاد يكون 100000 وعندنا باسبور ب 30000 ولا قطع عاد ولا وانطير داكي هي الكريدي نمشوا كريدي شنقيتل ونمشوا كريدي ماتل ونمشوا كريدي موريتل ولا مد من فاطمه وتو 4 سنوات من حكم فاطمه وام كسيه ما قط لاحظت النواقص على مستوى الصرف الصحي هذا اللي أدرنا عليه التعهدات اللي قال رئيس فاطمة أم كسية على أنه لا هي عدل ولا هي عدل ولا هي تبارك الله يشيد الطرق ولا هي عدل صرف صحي وبود أنا ظرف سنة لا هي تعود العاصمة عندها صرف صحي هذا وين أيوة خلال أربع سنوات كل خرجة يحلف الكذب لا هي نعدلوا وحددنا وعدلنا عملية مسح واشتغلت لجان وحددنا مكان النقص وعرفنا ذا اللي قالنا وعرفنا مشاكل الصرف الصحي وذا اللي يقرقنا في الضيات جاي من منين ذا كامل اللي نعدله 4 سنوات من الكذيب اليوم وسابقوا بثلاث اسابيع ياخذ وزير الصرف الصحي ومدير مكتب الصرف الصحي ويقولوا اعلن كل شيء جاهز اعلنهم على هبة الاستعداد تمام الاستعداد في توفير وتحصيل وتعبئة كل المستلزمات من أجل مواجهة موسم الأمطار يلين تجي الأمطار بيضة من الأمطار ينقال لك أح يا حكم أعضاء هذه السحاب حدت النقبات مكان النقص ثم النقص ما قطوا خصتوا ثم نقص أنتم نفسكم ومن وبالناقص بكم عليكم من الله ما تستحقون هذا رواتكم ثقيل هذا حر رقاج راعي في بلده حاكمين شنو بوبيهات وشنو دوزار وشنو فضمات يدمروها الليل والنهار ما فيهم اللي لا يقدم شيء يسوى هو شنو هو عم بده ما فيهم اللي لا يحقق ابسط فارق ايجابي قالوا لكم يبزز الكبد العالم مشى بما في الكلمه معنى واحنا مازلنا نيقولوا ورا شويات كاع ما تحتش الاخبار ضايع اللي ما مقطوع ناس كاتلها القرك وحنا عندنا البحر وعندنا النهر
هذا روالك ويوجع القلب. النهر اكثر استفادة موريتان منه من السنغال. السنغال ذو ماد قد رقاج يقول لك نقطع عنا الماء. يسوى الصا في الرياف ويسوى في المدن ويسوى في العاصمة. ماد قد تسمع وذناك انما مقطوع. والسنغال 18 مليون نسمة. العاتمة هي اكثر. ونين تعاون عدل الوجه المقارنة لين نقارن من روسنا اللي في زرنا وفقر منا على مستوى الموارد والمقدرات واكثر منا نسما واسقر منا مساحة ما لنا نحن روسو بعد من العاصمة دكا أبعد من روسو من العاصمة نواكشوط العاصمة نواكشوط إلى خشم النهر هذا بالسيف 210 كيلومتر بالسيف 210 كيلومتر إلى دكار 390 كيلو دكار هذه مدة عندها مدة تشتغل عندها أولاد تشتغل عندها مدة مسؤولة تستشعر قيمية المسؤولية وتستشعر قيمية هي الأخلاقية على صعيد لكن مو كلها من المهام وحنا عندنا شمن لي سالو باروتو اللي حاكمكم شمن لي سالو بار شمن محادر الدرجة اللي ما فيه اللي تخمام ومتخطي شهوتي الفرج والبطن اللي عاقبهم معاهم بركة رسول الله هذا روالكم يكتل بالمحاين مدة عند هذا من خير مولانا وهي مازالت عاجزة عن توفير مويه ورانا شفنا جنرالات فاطمة ومكسية لوكو بوبيهات واقفين على رويه كي 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 مريجنات المشوي اللي يستخدموا في الصورتيات على اساس على انها قشيره كبرها مولانا هذه ما يلي فضيحه ما فوقها فضيحه اللي يفضحكم فوق ذاك بركة رسول الله هذا روالكم هذا 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 غريب وعجيب هذا ومخيطرات ولداهي وين هو يعطينا حصيلة عمل في الصحة؟ ما له ما يتكلم عن حصيلة فضل ما يقدر يتكلم عنها لأنه لا يتكلم عن حصيلة من الفضاحة حصيلة من الفساد حصيلة من تراكم المفاسد والتخاين دريس والملفات اللي مازالت عالقة ومشاوه للتعليم هو رجال خبز الصحة لا يصلح التعليم مش هيصلحوا له وسليلندي الا راقد رئيس فاطمة ام مكسية الا راقد احنا ما رينا رئيس ولا مد حاكمين هشم اللي وزارته لانهم هم وزار فيهم روح خبيثة ولا هم واحدين فيهم هو الخبث والخزو وشي من الدناءة وحدير الدرجة وشي ما عنده اي قيمة مواطنين ذوك هما كاتلهم الجوع كاتلهم الويل بلا صحة وبلا تعليم وبلا قدره شرائيه وبلا شيء على هي يشروه سواء عندهم قدره شرائيه سوقهم ناقعه في المواد الفاسده واللي منها ما فارق تاريخه مكوناته مضره بالصحه والبنى التحتيه ما خارقه بنى تحتيه حكمه الطرق ما هم خارقين والمرافق الله يحكم على لا نعرف إذا ليتم ماشيين أنت وهما كيف قلت لكم تموا يكذبوا إلين عاد الكذب عندهم عادي عادوا يكذبوا كذيبة راخية وصدقوها ولين نرجع ونقول يا الشعب الموريتاني لحقك تفهم على أنك مانك لا يتوخذ من شي ما هو لين توقف في وجه هذا من الخزو اللي موحول لك به شي ما هو يحس نظام فضمة ومكسية على أن هناك شعب قادر على أنه يرفض من الخزو قادر على أنه يقف في وجه المفاسد الإدارية والمالية والمنهجية والأخلاقية ما لا يتغير شيء سروش الأنظمة الفاسدة ما يردعها ما هو شعب واقف جنبا إلى جنب متكاتف رغم اختلاف إذنياته رغم اختلاف مشاربه الثقافية
رغم اختلاف أوعيته أو حواضنه الأسرية، يتكاتف، يعود هدفه واحد، محاربة الفساد، محاربة نظام فاسد، وتحييد المؤسسة العسكرية عن المجال السياسي، وتحييد القوى الأمنية عن الصراعات السياسية وعن التأثير على القوى السياسية. هذا هو اللي يلا يوحد فيه الشعب ويلا يركز عليه. احنا شعبنا ماله؟ هو الشعب الموريتاني مشكلته شنو؟ ما لحقوا يوفى من النفاقات الاجتماعية والسياسية والدينية العاد اللي هاموا يوخوا مشي بيملي. صدقوني صدقوني والله العظيم الكريم، لا نزل عليكم الرسول عليه الصلاة والسلام اليوم انتم ما يصلح منكم شيء، لأن مسارات الدول وتحديد قيمية مكتسباتها ما يحققها ما هو شعبها. الشعوب هي التي تحقق كل شيء، الشعوب هي التي تغير موازين القوى الحياتية المختلفة، الشعوب هي التي تردع الأنظمة الفاسدة، الشعوب هي التي تفرض على الأنظمة الفاسدة أن تستشعر قيمية الشعب فتعمل على عدم إهانته، تعمل على إعطاء حقوقه، تعمل على الحفاظ على كرامته، على حرياته، تعمل على توفير مختلف الخدمات العمومية اللي يستفاد منها. هذه هي الشعوب اللي تنفع. شعيب راكع وشعيب يمارس النفاق السياسي وشعيب يمارس النفاق الديني وشعيب يمارس النفاق الاجتماعي، ما هو لا يوخر من شيء ولا لا يصلح له نظام. نظام الصقاع صالح، ما هو لا يصلح له، يوقي نظام من ساعة اللي خلق وهو فاسد من ساسه الراس. شيء غريب حقيقة، شيء غريب. ما نعرفه هذا لا يتم ماشي لينيت 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 لا يتم الشعب الموريتاني ساكت. مد ما عنده أبسط مقوم حياة، ما الله قاعد لما فهم أبسط مؤشر يحيل إلى القول إن موريتانيا فيها قيمة حياتية. يريد يجيكم حالة مواطن موريتاني جاي من أرض الغربة عنده 100 مليار دولار، 100 مليار دولار لا يستقر به المقام في بلده، ما هو لا يجبر حياة كريمة يسوى عنده ذمن المال، لأنه لا مرض له حد، ما هو لا يجبر الدواء فرض عليه من ينقش يمرق موريتانيا ياك يجبر الدواء، ومنين يعود هام انه يقري تركته فرض عليه من ينقش عن موريتانيا ياك يجبر منظومة تعليمية صالحة يقري بها تركته، ولا هم الحياة الرفاهية والتسدال والتشعشيع، ما هو لا يجبر بليده يقدر يستشعر فيها قيمية الرفاه، يقدر يروق فيها طعم فضته. موريتانيا ذي فيها شنو؟ موريتانيا ذي فيها شنو؟ لأنها ما عندها مدة تشتغل وتوف. لو أنها بعد عندها مدة تشتغل تعود مدالها قطعة أشواط. وفتنا قلنا لكم 40,000 مرة على المدة لا هي تشتغل تعود مجيتها. كل قطاع صور معايا هذه 4 سنوات اللي اعطى نظام فاطمة وام مكسيب قيادة فاطمة وام مكسيب والقزواني، صوروا معايا هذه كاتران، صوروا اعلنا كل سنة خصصناها القطاع. السنة الاولى خصوها القطاع الصحة لانه الاولوية، قطعنا الى ما اصلح اصان برصة فرض عليه بعد من يتقدم فيه الشيء على مستوى بناء مرافقه، على مستوى معداته، على مستوى تأطير كوادر البشرية اكسترا اكسترا اكسترا. السنة الثانية نعطوها للتعليم وكل المخصصات توجه للتعليم الى ما اصلح 100% يصلح بعد 80 ولا 70% والله يعملها 50% يصلح بعد منوش. السنة الثالثة نوجهها لقطاع الطاقة والمياه الى ما اصلح صالح 100% يدور بعد لا يتغير بيمش. السنة الرابعة نوجهها للبنى التحتية دخل. وهكذا دواليك، وانت ذي ما هي تركه مخليها لك جدك، جدك ما قد خلى لك سينك، تمشي انت يجي واحد اخر ويستأنف المشوار. هذا هو هو اللي يبني الدول، وهذا هو هو اللي يصلح الدول. مدة من الساعة اللي جات واحدة فيها لا استهداف المدونين على نقدهم وعلى تسمعهم هم وسيخوا ذيناتهم، والله الصريقة والتميصريط والتخيندريس والنهب والاختلاس، هذا هو الموضوع اللي ما موحول في شيء ثاني.
قوى معارضة لم تعد هناك قوى معارضة، ما قد قاعد تفهم يحكم هذا. كانت في الثمانينات والتسعينات هناك شبه قوى معارضة على الأقل يستشعر معها المواطن الموريتاني أن هناك آمال في التغيير، هناك مدة تصدح بالحق، هناك مدة تسعى إلى التغيير، هناك مدة تسعى إلى التأثير على القوى الحاكمة من أجل تغيير الأوضاع ولو بشكل نسبي. قدمات لخالك فهمش من أنبي بلاد كلها، ما هو واحد فيهم هو التمصريط والتلواد المصالح هو الخاص، وفيهم اللي الحق قاع مرحلة اللي عادي يقول لك أه صبري على نفسي ولا صبر الناس علي. بقرة تم تقول ولي وليني تقول راسي راسي، هذا مثل شائع عند بني مدخن، من أوقح ما يكون في هذا النوع من المواقف. والقوى الشبابية يحق معظم اهتماماتها مصبوبة على السهر، اللي منها ما هاجر اهتماماته مصبوبة على السهر والتلواد كويس من التالي تحت خويمة ورشيف الشيشة في القهاوي ورد شمل الفيافي والتنظير، التنظير اللي منه فعلا يبرى انه معارض، يقعد في جماعات واتساب، مجموعات واتساب، والله جماعات مغلقة على قهوة، والله في جماعة أصحاب ويتم ينظر التنظير، وتبارك الله حلو زين يقال عنه، ينعكس فعل ملموس على الميدان نيجاتيف. هيك ما هي القوى الشبابية الموريتانية؟ قوى الحدشم ضمن الترنح وضمن التيه فهو حال العدمية والعبثية وانعدام القيمية، سواء كانت فكرية أو أخلاقية أو عملية، من الطبيعي جدا على أنه ينعكس في سيطرة نظام فاسد على كل مناحي الحياة، شيء طبيعي جدا، معادلة بسيطة زقنوها بدون قدكم شوي. الحل شنو؟ وهذا اللي أنتم دائما نربطه لكم بقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذا كلام مولانا اللي مخلقني ومخلقك ومخلقك، هذا كلام مولانا خالق الناس قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أحوالكم ما تتغير، ما أولين تغيروا ذاك اللي بخلقاتكم، وإحنا نعرفه كاملين، إحنا التويميرت نعرفه بيننا، إحنا نعروسنا أعلننا نويقعين في مختلف صور النفاق، سياسي اجتماعي ديني. خرصوا لي الخرجة الأخيرة اللي عدلوا شمن أدعياء التدين وقاموا صكوا ويعيطوا ومظاهرات كبرها مولانا، نريد محاسبة المسيء. تو مالكم ما تعودوا قطوا خلطوا تريدون محاسبة فاسد سرق مال العام، ما تعودوا قطوا خلطوا تحتجون على من المفاسد الإدارية والمالية، ما تعودوا قطوا خلطوا تتظاهرون وتستنكرون مختلف الأوضاع المزرية اللي يعيش فيها غالبية تعيش فيها غالبية المجتمع الموريتاني. لماذا؟ حد يبقي النبي عليه الصلاة والسلام يسلك سبيل النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ سلوك سبيل النبي المصطفى عليه السلام هو الامتثال لأوامر الله، وأوامر الله أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، أن تقف في وجه الباطل، أن تقول كلمة الحق، هذا لا من الامتثال لأوامر الله. ولتم الامتثال لأوامر الله عندكم أنكم حقيقة بكم مثل التعمق في النفاق الديني، أنكم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. حتى علماءكم واحني فيها هذا التنظير واستعراض ذاك اللي عندهم من المعارف والمحصلات العلمية بعلوم الشرع، غير ما أنك لا يتجبر من واحد على شاشة يتكلم عن مسؤول فاسد، ولا أنك يتشوف واحد منهم واقف في البلدية يحتج لأنه هو قاع أخباره وكبر من اللي يوقف ويتظاهر. عالم هو، عالم أخباره من يقضي البلدية، والله يشوفوا حد مع عوام الناس أبدا. هذا هو وش خايف علماء أهل موريتان محمد بن مولاي، دول يقول لكم الحقيقة. وهذا ما عنده علاقة بالدين، الدين دين رحمة، الدين دين عدل، الدين دين تسامح، الدين دين مساواة، الدين دين أخوة، الدين دين عدالة اجتماعية، الدين دين تسيير بالقسط وإقامة العدل بين الناس والحكم بين الناس بالعدل. هذا هو الدين، الدين أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. شنو معنى عبادة الله وعدم الشرك به؟ ما
معناه الامتثال لأوامر الله، كونك تعبد الله ولا تمتثل لأوامر الله، هذا نفاق ديني ما عنده معنى. يا أيها النبي إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله. أيوه يقال هم منافقين، يجوا للرسول يقولوا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أنك رسول الله. يقال هم منافقين. وفي موضع ثاني وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى بعضهم قالوا إنما نحن مستهزئون. وإذا خلوا إلى بعضهم قالوا إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إلى متى لا يتم الحالة ولا الحال؟ لحقك كي الشعب الموريتاني توخى من القمقم اللي مدعوج فيه راسك تمرك، تخلي عنك من الحسابات الضيقة، أنا تابع له الفلان. تلي ما يا الله كل مواطن موريتاني يستشعر قيمته الفردية على مستواه الخاص، على مستواه هو الشخصي يستشعر على أنه عنده قيمة فردية. إن قال لهم مواطن موريتاني عليه واجبات ينبغي على أنه يقبلها بعين الاعتبار، ولا يسمح على أنه يعود مستغل مجرد خروف الوقت اللي نفصل فيه كما معنويا من أجل على أنه يزيد كفة انتخابية يندار فيه الحبل ويقوم ينقاد بدعوى ايش؟ بدعوى على انه تابع لاسرته الفلان، والله تابع لمجتمعه الفلان، والله تابع لفلان. هذا استقلال حقير، هذا النوع ينقالوا الاسترقاق. وانا قط في مرات عديده نتكلم عن مشكل العبوديه في موريتانيا، قلت على ان العبوديه الفعليه هي الاسترقاق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. هذا هو الاسترقاق الحقيقي الفعلي واللي تعاني منه مختلف الفئات الهشه الموريتانيه، حتى كامل فاصل مسترق في موريتانيا قابلها الراس. بدلا من يتخمم على انه ذمن الفصل اللي ناقع فيه وذمن الفقر اللي ناقع فيه وذمن المآسي اللي يعيش سببها انعدام دوله بالقيميه الشموليه والمعنى الشمولي لمفهوم الدوله، وانعدام عداله اجتماعيه، انعدام حقوق مدنيه دستوريه قانونيه، وانه يا الله يناضل من اجل انه يحصل عليها، يسلم الرقبة ويقول لك الخلاص الوحيد يتمثل بالله فعلني نقيس أهل فلان ونعود تابع لذاك الله يعدل كامل مشي. أهل فلان حاكمهم فليان منافق سياسي مخزي يستغل ضعف الناس وحاجتها لكنه يبيعها كما كثر به القصعة لوزن انتخابي أو وزن سياسوي. هذا لين انت لا يتم مقابلين ويا الشعب الموريتاني إلى متى؟ نرجع ونكرر شنهي معناه يوقف لنا وزير الصرف الصحي ومدير المكتب الوطني للصرف الصحي شي ماله شهر ماله 3 أسابيع ويقولوا لنا إن كل شيء متوفر وإنهم على هبة الاستعداد. واليوم ياخذونا يقولون هذا موسم الامطار حدد لنا مكان النقص. هذا من الكليب لحقوا يوفى. هذا من الكليب لحقوا يوفى. لحقوا يوفى، هذا من الكليب لحقوا يوفى. عليكم من الله ما تستحقون. ابصرنا احنا انتم ان شاء الله وقت رسول الله.